طيب خلينا نتحول بقى للاهلي وسيراميكا. متخيل المره دي كولر هيعمل ايه؟ لعيبته ما لحقتش تستريح، ولا حضرتك شايف انهم استريحوا بما فيه الكفايه من اخر مباراه؟ احنا مع بدأنا اوروا طبعا نتكلم عن اليابان. الاهلي والجماهير الحلوه جدا اللي جت ابو ظبي هنا ومستمتعه باللعيبه وبقت لها على المرتبه الرابعه في كاس العالم للانديه. الاجواء محفزه ومشجعه لعيبه الاهلي، بالطبيعي ان الاهلي اتعرض لاجهاد كبير جدا وبيدخل البطوله بشكل سريع، لكن وكان ده السبب اللي كان مخليه يطلب تاجيل المباراه 24 ساعه، لكن الحقيقه ان الظروف صعبه جدا منعت تاجيل المباراه. يعني الاهلي كان عايز يكون المباريات النهائي مثلا يوم 29 عشان ياخر يوم واحد يريح فيه لعيبته، لكن مجلس ابو ظبي مرتبط او هنا في الدوري اتحاد الكوره ودوري الدوري المحترفين يوم 29 ده السوبر الاماراتي هنا بين شباب الاهلي والشرق. الحاجه الثانيه في استعدادات لمجلس ابو ظبي الرياضي مع ماراثون زايد في مصر. دي من الحاجات اللي هي منعت التعديل البسيط لمده 24 ساعه بسبب تراكم في الاجنده، وبالتالي الاهلي بيقود كل المباريات بنفس شعاره وهو الفوز. هل حضرتك شايف انه النادي الاهلي الاقرب لحصد هذه البطوله، خصوصا لما نيجي نتكلم عن تاريخ البطوله؟ هي اقيمت 20 مره، النادي الاهلي خد 13 منهم. احنا نتكلم على 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 الحظوظ، احنا انتوا عارفين مدرب سيراميكا كليوباترا هو ايمن الرمادي، ايمن الرمادي له تاريخ في الدوري الاماراتي، حافظ الملاعب دي وقاد فرق كثيره جدا في الدوري الاماراتي ولعب بيها على نفس ملعب محمد بن زايد اللي بيشوف المباراه، وعنده فكر تدريبي عالي وعنده طموح بمجموعه من اللعيبه اللي موجودين معاه، حتى ان لعيبته كلها تقريبا مش هيبقى عنده في القايمه غيابات، لكن في نفس الوقت هو بيلعب مباراه مقدر الفريق اللي قدامه احترام الخصم، وبالتالي لما تيجي تقول مين يفوز، الاهلي طبعا على الورق الاهلي يفوز، على الورق الاهلي يفوز، لكن المباراه في الملعب 90 دقيقه قدام لعيب السيراميكا طموح ان هم يوصلوا النهائي لاول مره في تاريخهم، زي ما بيشاركوا في البطوله لاول مره في تاريخهم ان هم يعملوا انجاز تاريخي. اعتقد الاهلي الاهلي زي ما بيقولوا بلغه الخليجيين الاهلي بما اتحضر، ايا كان غيابات النادي الاهلي في المباراه، اعتقد ان الاهلي بدافع البرونزيه الرابعه في مونديال الانديه جاي يفرح جماهيره ويوصل للنهائي ويفوز بالبطوله في ابو ظبي. طيب احنا متخيلين ان المطلوب من لاعبي سيراميكا في المباراه ايه النهارده، والمطلوب من لاعبي الاهلي في المباراه ايه النهارده؟ خلينا نتكلم على هي في النهايه هي خطط تدريبيه للمدربين. لو رحنا لكولر مثلا، كولر بعد بعيد عن الخطه الفنيه وراح وجه رساله على السوشيال ميديا لجماهير النادي الاهلي عشان يحضروا، وقال لهم ان احنا رساله لجماهير الاهلي نقف حاليا في الاستاد بدونكم بدون روح، يعني احنا موجودين في النادي او في الملعب بدون روح او حياه، ونحتاجكم غدا في المدرجات داعمين لنا. الكلام ده نشر على وقائع وسائل التواصل الاجتماعي. المدرب عنده طبعا فكر كبير وعنده لعيبه بينفذوا الفكر الفني في ارض الملعب، سواء في الدفاع او الهجوم او الشغل التكنيك اللي بيتعمل في الملعب. في نفس الوقت ايمن الرمادي يعرف امكانيات لعيبته كويس جدا ويعرف امكانيات كل لاعب وتوظيفهم في المباراه. اعتقد ان هيكون في رقابه على عدد من لعيبه الاهلي من جانب لعيبه السيراميكا. ايمن الرمادي كان عنده اجتماع صباحي مع لعيبه السيراميكا بيشرح لهم الخطه في الفندق، ونفس الوضع بالنسبه للنادي الاهلي كان عنده اجتماع مغلق مع كولر مع لعيبته. ان شاء الله نتمنى بالدرجه الاولى بعيد عن النتيجه ان تطلع المباريات بشكل على المستوى الفني وعلى المستوى التنظيمي وعلى المستوى الجماهيري بسلوك او شكل يقدر او يرفع قيمه الكره المصريه او يقول دي صوره الكره المصريه بره في الخارج. لازم نعرف ان السوبر هي مباراه ترفع شعار الامارات ومصر قلب واحد، وبالتالي لازم تكون صورتنا في المدرجات وخارج المدرجات وفي الملعب واللعيبه وتصرفاتهم صوره مثاليه، ده اللي كل نتمناه. طيب زي ما كانت منى بتتكلم مع حضرتك دلوقتي، نتيجه اجهاد اللعيبه لعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه ثلاث مباريات ومباريات تقيله الثلاثه ورا بعض، كولر هيريح بعض اللعيبه، يعني هينزل باكرم توفيق مكان محمد هاني، اليو ديانج هينزل مكان كوكا لان كوكا بيعاني من الاجهاد، عنده بعض الترتيبات والتغييرات اللي هيدفع بيها من البدايه، شايف ان دي ممكن تؤثر على شكل النادي الاهلي؟
لا اعتقد ده الشرط لسبب واحد. الفريق استاذ محمد، الفريق القوي هو الفريق اللي عنده دكه قويه، الفريق اللي يقدر يكمل في البطولات، هو الفريق اللي عنده لاعب جاهز على الخط بره. الاهلي عنده فريق تاني موجود على الدكه بره، واي لاعب بينزل يلبس فانيله النادي الاهلي وينزل في الملعب بيأدي بنفس اللاعب الاساسي، واعتقد انها انا بشوفها انها ايجابيه وفرصه للعيبه اللي موجودين على الدكه ان هم يثبتوا وجودهم. الحاجه الثانيه هو فكره كولر في ان هو يدفع باللعيبه الصف الثاني يبدا بيهم على اعتبار ان يريح اللعيبه اللي راجعين من مونديال الانديه، وفي نفس الوقت يجهزهم للنهائي كاس السوبر اللي هو هيكون يوم الخميس ان شاء الله.